السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم في ريسون موتور. اليوم جيناكم بهذا الموتور انستاج دي اونسيان، فيها لا فوت دويل. لا فوت دويل هذه هي، دوك نوريكم وين تكون. هذه لا بومبا ويل تتمونطا لها، يعني في الجنب تاع البلوك ديبي موتور. لا بومبا ويل هذه هي فيها جوان توريك. هاوليك جوان توريك تاعها، هذا هو جوان توريك. هذا يتباع دوريجين، يتباع مع هذا. هاوليك، وهو الريفيرونس تاعو يجي هنا، يتمونطا هنايا. المونطاج تاعو راهو باين، و لومبلاسمون تاعو هاوليك في الترو هذاك. ها هنا كي تكون عندك لافويت منا في الكوتي لي منا، فيريفي جوان سبيد تاعك. الا لقيتها تبردي اعرف بلي هذا هو البروبليم تاعك. جوان طوريك هذا في الانستاج دي اونسيان فيها واحد، وفي النوفو تجي فيها زوج جوان طوريك. جينيرالمون هذا هو لي بيردي في النوفو، ميبرديش بزاف. على كل حال، اذا كان الموتور ماشي محلول اوفيسيال يكون غير هو هذا وحده. اذا كان الموتور ماشي محلوله، ماشي ديمونطي من قبل، قادر واحد يقول لي ماني عارف اشكو الموتور تاعي ديمونطي ولا ماشي ديمونطي. المهم كي تكون هكذاك لازم الميكانيسيان يقلب. خاطش علاش؟ اذا كان ديمونطي موتور ديجا من قبل، كاين وين يكون فوس بلوك. راك تشوف هذا هنايا الجو، هذايا ماشي الجو، هذا طراساج هذا هنايا، والجهه اللي منها ها هذا كاين وين يكون الكوردون تاع السيليكون كيما هذا اللي درناه، ما يندرش مليح. واش يصرى؟ يولي بيردي لك الزيت، تبقى غير تتبع في لافويت، والمشكل تاعها غير ما بين فوس بلوك والبلوك، يعني البالي. دونك تفيريفي مليح الا كان عندك الرجل يعني كلش مغلوق بيها. هذا هو جون طوريك تاعك، هذا يبيردي لك. هذه اللي ننصحكم بها اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.